بدايته بعد تغطيتنا لحملة أمراض السرطان للمستشفى واستلامنا لتبرعات الأخوة الخيرين اللي تعاطفوا ويا هذه الحملة، تمكننا احنا مع الكادر بالاتفاق معهم كادر الطبي والذهاب الى المداخلة الطبية، قدرنا انه نجيب هذه المستلزمات الطبية اللي تحتاجها المستشفى، منها مواد التعقيم، منها مواد الجراحة اللي تدخل بال، وايضا كفوف العمليات وكفوف الاطباء والعاملين في المجال الطبي، والكمامات ايضا بكميات كبيرة جدا، وطبعا السرنجات عندنا الأبر اللي تستخدم في المغذيات وتستخدم في مجالات الدم يعني التحويل، وايضا كل الكفوف بانواعها حسب ما قدرنا نحصل عليه، وايضا هذا بعض المواد ايضا المعقمة وبعض المواد الطبية وهذا نوع من الانواع اللي مستخدمة ايضا، طبعا هذا كله اجى بطلب خاص من المستشفى لانه هذه المواد مستهلكة واستهلاكها يومي تقريبا مع حركة المرضى والاطفال الراقدين في المستشفى، هذه نوع انواع جيدة ايضا من مواد اللي تستخدم في اكياس المغذي، وايضا عباره عن السوندات ومواد السرنجات والسحب والتغذيه، هذه كلها الصناديق كلها تحوي على كميات كبيره جدا، وطبعا ما نسينا اطفالنا ايضا في اوقات البرد، الان بلش البرد وبلش الشتاء، وايضا حبينا انه نهدي لهم هديه خاصه ايضا من المتبرعين، وذكرنا فيها انه هذه من الاخوه المتبرعين للاطفال مرضى السرطان. ان شاء الله هذه الحمله في بدايتها يعني تكللت بالنجاح، والحركه ايضا ساهمت في نقل مشاعر كل الاخوه المتبرعين، والكثيرين الان بيساهمون في عمليه التبرع باتجاه المستشفى، وصارت حركة دائمة، والآن حتى المستشفى والكادر الطبي كلش مرتاح متواصل الناس وياهم. الحمد لله على كل حال نجحت الحملة بفضلكم أنتم يا أخوتنا الأعزاء، شكرا جزيلا.